بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. آخر فيديو انهينا في الشابتر 1، الأمثلة حلوهم وفقدوهم. حكيت راح أرجع أراجع شغلة سريعة اللي هي التكست والست بريسيجن. تذكرت الآن حكيت راح أرجع أتفقد ليش بتقرب الرقم. طلعت هي أصلا وظيفتها بالأساس التقريب، بتقرب آخر خانة. إذا كانت يعني مثلا الرقم كالتالي: 1.2 3 4 5 6 مثلا، كان الرقم هيك. حكيت له انا بدي بعد البوينت بدي خانتين، راح يطلع لي اياها كالتالي: 1.2 بدي خانتين. بيجي على الرقم 3 خانة 2، بشوف الرقم اللي بعده هل اكبر من 5 او اقل من 5، الاربعه اقل من 5، فبيعمل لي اياها كالتالي، بيخلي لي اياها الرقم زي ما هو يعني 3. هنا أخذت خانتين. نفرض أن أنا بدي كان 3 خانات بعد الفاصلة: 1 2 3 4 5 6، كان الرقم هيك. أنا بدي كم خانة؟ 3 خانات ما بعد البوينت، فالرقم بصير 1.2 3، بروح على الخانة الثالثة. الرقم اللي بعديه أكبر ولا أقل من 5؟ الرقم اللي بعديه كان على سبيل المثال، نعم هو الموجود مثال 5، إذا بيعمل بيقرب الرقم هذا الأعلى بصير 5. 1.2 3 5. نطبق هذا الإشي بالبرمجية. نيجي على سبيل المثال نحكي إنه أنا عندي انتجر، عفوا دبل، نحن نتعامل مع الفواصل: دبل إكس إيكوال 1.2 3 4 5 6. جيت أنا حكيت له سي أوت set precision، الكتابة نتأكد بس من الكتابة كيف، set pre، نعم pre ci ci sion set precision. كم خانة بدي؟ مثلا بدي، أنا قلت أول مرة خانتين، لشو؟ للإكس. طبعا مفروض يعطيني ايرور لاني انا مش عامل انكلود لللايبرري اللي هي ايو مانيبيوليشن، مش قادر اطلعها. طبعا المفروض هيك الوضع تمام. نعمل هاي كوبي هون اند لاين، نطبع نفس الجمله السطر اللي بعديه برضه اند لاين، لكن الفرق الوحيد انه انا بدي هون 3 خانات. لو جيت عملت تنفيذ للبرمجيه، حكينا اول مره خانتين بيجي بشوف لعند الاربعه يعني 1، هسه بعد الفاصله انا بدي كم خانتين؟ 2 3، بشوف بعد الثلاث ايش الرقم؟ كان 4، اذا الرقم اقل من 5 راح ما يقرب، يخلي العدد زي ما هو 3. 1.2 3. حكيت له انا بدي 3 خانات، بروح 1 بوينت، هي هسه نبلش نعد 1 2، الخانة الثالثة اللي بعد الخانة الثالثة شو؟ رقم 5 5، وفوق يقرب العدد، إذا الأربعة بصير تعلى بصير 5. هاي بالنسبة لشغلة الست بريسيجن والفيكس. نرجع نكمل من شابتر 2. تمام، شابتر 2 بيحكي لي عن جمل الاستعمال، جمل الإف الشرطية. يعني في حال انا عندي شرط تنفذ اعمل لي هيك، ما تنفذ ما تعمل شيء مثلا، او اعمل لي شغله ثانيه اذا ما تنفذ. لحتى نستعمل جمل الشرط لازم نتعرف على كم شغله، اللي هم جمل المقارنه او العمليات المنطقيه. يعني انا مثلا بحكي لك انه هل A اكبر من B، هل A اصغر من B، هل متساويات، هل لا يساوي بعض. بهذه الطريقه استعمالهم بيختلف عن الرياضيات اللي تعلمناها، هذا انه في رموز ما بنقدر نعبر عنها، مثل الرمز مثلا اصغر من، تساوي او اصغر من. نبلش يوم A أكبر من B، نفس الرمز موجود، و A أصغر من B نفس الرمز موجود. هسه كان A أصغر من أو تساوي B، هذا الرمز مش موجود بالكيبورد أو بالكمبيوتر، فنستعيض عنه برمز ثاني اللي هو A أقل من، ونحط إشارة المساواة ورا الأقل من. دائما إشارة الأقل من أو أكبر من بالأول، بعديها إشارة المساواة من العدد الثاني. هون نفس الشيء، A أكبر من أو تساوي B، عندي إياها A أكبر من، إشارة مساواة ما بعد الأكبر من.
عندي لا تساوي، إشارة لا تساوي نستعملها إشارة التعجب، بعدها إشارة المساواة. إشارة التعجب للنفي بالعادة تكون هون بالبرمجية، أنا بنفي المساواة بيناتهم. A تساوي B، فبنستعمل A تساوي B لأنه هذا الإشي راح يعمل لي تعيين من جديد، يعني زي كأن أنا قاعد بعطي قيمة للعدد A إنه عمل لي A تساوي B، هذا الإشي غلط. أنا هون قاعد بقارن هل متساويات أو لا، فبحط إشارتين مساواة A equal equal B. هون أنا قاعد بسأل هل إنه A تساوي B أو مثلا أكبر منها أو من هاي الناحية. بالنسبة للترو والفولس، أنا عندي حسب البرمجية يا صح يا خطأ بهاي الحالات، يعني هل A أكبر من B يا صح يا خطأ. أي إشي ترو بيكون يا العدد واحد أو أي عدد ما عدا صفر، فولس دائما العدد زيرو. إذا كان العدد زيرو إذا فولس. وإذا مثلا أنا حكيت له اطبع لي مثلا ناتج A أكبر من B وكانت A 7 و B 3، الـ A أكبر من 7 فترو، يطبع لي واحد على الشاشة. مثلا C out 5 أكبر من 2 حيطبع لي واحد. اطبع لي مثلا هون 7 أقل من سالب 6 غلط، حيطبع لي إيش؟ زيرو، لأنه فولس. نكمل فيهم. C out X ضرب 2 أكبر من Y، بنفذ العملية الـ X أكبر من 2، حكينا الـ X قيمتها 7، 7 ضرب 2 14، 14 أكبر من Y، نعم حيطبع لي واحد True. طيب احنا حكينا عن انواع متغيرات مثل الانتجر، الكاركتر، الدبل والفلوت، حكيت لكم عنها كمان. في عندي هسه نوع جديد اللي هو البوليان. البوليان اللي هو ترو او فولس، يعني بيحتوي على قيمتين، يا ترو يا فولس قيمته. جيت مثلا زي ما استعملت انا المتغيرات الثانيه، بحكي مثلا انتجر اكس، انتجر واي، دبل اكس، دبل واي، هنا بول، بوليان اكس، بوليان واي. مثلا بوليان X يساوي 77 أقل من 8، أنا باجي بنظر هاي العملية، هل العملية هاي صح أم خطأ؟ 77 أقل من 8؟ نعم، إذا بوليان X يحتوي على True. صار حكينا أنا إذا True يعني 1، False يعني 0. عندي البوليان X إجت مباشرة حطيت له أنه أوكي True، Y equal False، C out ل X و C out ل Y، حيطبع لي اللي True قلنا 1، الFalse حيطبع لي 0. True False كلمات محجوزة برضو، يعني ما بضبط إني أستعملهم للتسمية. عندي البوليان X يساوي 5، C out X حيطبع لي 1، ليش؟ لأن أنا قلت أي عدد غير الصفر يعتبر True، وقلنا بالنهاية أي شيء True يساوي 1 فبيطبع لي 1. هذا الحكي حكيته هسه. المعاملات، المعاملات المنطقية، الأند، الأند والأور، في عندي الاند والاور. نعم الترو. هسا انا اذا كان عندي ترو وترو، ترو نستعملها زي ما تقولوا سم وعسل. هسا سم وعسل، يعني عفوا عسل وعسل بيعطيني عسل، عسل وسم بيعطيني سم، سم وعسل بيعطيني سم، سم وسم بيعطيني سم، تمام؟ يعني ما بينفع. الاور عكسها، نشتغل مثلا ترو ترو، يعني انا بخيرك عسل ولا سم بتقول لي عسل، خيرتك بين عفوا عسل وعسل، خيرتك بين عسل وسم تحكي لي عسل، سم وعسل برضه بتحكي لي عسل. الفولس والفولس، السم والسم، انت مجبور تختار واحد منهم فتختار ايش؟ سم. هيك مشان تتذكروها بالمثال هذا. طيب مثلا هون حكيت لك اكس ترو وواي زيرو، قلنا الاكس ترو يعني واحد، الواي زيرو يعني فولس. فانا ليش حكيت لك اكس اللي هي ترو و يعني وفولس، سم وعسل مجبور انه يكون سم، فولس حتكون زيرو. طب قول مثلا نفس الشيء، اللي انا خيرتك ما بين ترو وفولس حتختار الترو اكيد، حيطبع واحد ترو. حكيت لكم اشاره النفي، علامه التعجب، قلت لكم بتيجي بالعاده نفي. إذا أنا نفيت الترو حيعطيني فولس، نفيت الفولس بيعطيني ترو. طيب A and B إن فيها بتصير A or B، A or B إن فيها بتصير A and B، A أكبر من B إن فيها بتصير A أقل من أو تساوي B. ونفس الشيء إذا نفيت الـ A أقل من B بتعطيني A أكبر من أو تساوي B، يعني تأخذ العملية هاي وانفيها، خذ عكسها. طيب نشوف المثال هذا.
integer x تساوي 2 سي اوت ترو و ترو ترو اند ترو ترو حيطلع واحد. طيب اجينا رحنا على المثال الثاني انتجر x يساوي سالب 4 y تساوي سالب 2 سي اوت x اكبر. طيب نبلش ايش نحطهم على جنب سي اوت ايش x اكبر من y x اكبر من y ولا لا اللي هي سالب 4 اكبر من y غلط هنا فولس هاي عندي f فولس وهنا نعمل العملية هاي الأولوية للأقواس بعديها للعملية الآن دلور 7 أكبر من 2 نعم شو هنا شو أور هاي علامة الأور هنا أند فولس أند شو أور طبعا هنا أقواس واي ناقص 2 اللي هي سالب 2 سالب 2 سالب 2 سالب 4 اكبر من او تساوي الاكس نعم ترو. طب اذا جيت انا حكيت لك ترو او ترو احكي لي ترو وانا عندي هون فولس اند ترو حكينا سم وعسل حيعطيني سم فولس هذا الشيء بيعطيني فولس فاذا زيرو فولس بالنهايه تعطيني زيرو كلير اول دروينج اجين تمام Fill in the blank to complete the following code. Include iostream using namespace std integer main. Integer x يساوي 2 y يساوي 3 integer z ما عرف ما اعطاني قيمة الزد بس عرف. طيب زيد لي الاكس 1 تمام increment increment زيادة decrement نقصان increment x by 1 في عندي أكثر من طرق للزيادة أول طريقة باجي بحكي لك x تساوي x زائد 1 تمام هاي أول طريقة في طريقة ثانية طبعا زيادة لواحد هون مطلوب مني كان في طريقة ثانية اني ازيد واحد x بلس ايكوال واحد تمام هاي الاشارة نفسها اللي يعني هذا العملية نفس العملية اللي فوق هاي بترمز لها الاشارة الطريقة هاي العملية بقدر احكي عنها برضو x تساوي هون x زائد واحد بين اقواس نفرض انه هاي ما كانت واحد كانت عملية طويلة مثلا كانت 7 ضرب x ضرب 3 فانا باخذ الناتج كامل من هون بجمعه للاكس بالنهايه او حسب العمليه الموجوده هون ممكن اضربه في x اقسمه حسب في عندي كمان طريقه لزياده واحد فقط increment by 1 فقط اللي هي x بلس بلس تمام او بلس بلس x شو بيفرقوا عن بعض بحكي عنه هسه كمان شوي راح تشوف شو الفرق بيناتهم طيب عندي هون الديكريمنت y by 2 شو باجي بحكي y تساوي y minus 2 decrement بنقص من قيمة ال y 2 يعني قيمة ال y خذها نفسها ونقصها 2 طريقة ثانية y قلنا minus equal 2 هاي حكينا نفس العملية نفسها تعبر عن y تساوي y ناقص نفتح قوس 2 يعني شو ما كان هون حطه بين الأقواس ونقول الواي لهون الطرف الثاني وحط الإشارة معها وعندي هسه حكينا احنا طريقة التنقيص ايش؟ y ماينس ماينس هاي بتنقص لي مرة واحدة بس تمام؟ فما بزبط استعملها للديكريمنت ل 2 3 أو 4 بس لواحد. لا هيك ما بنستعمل هاي هون. print not x greater y الصيغة الإنجليزية غلط بس إذا إني فهمت المقصود منه إنه اطبع لي سي اوت الصيغه صراحه مش فاهم ايش المطلوب سي اوت يطبع طبعا طباعه اي طباعه سي اوت مباشره سي اوت نوت اكس على التعجب نوت اكس في لي اكس اكبر من واي بين اقواس اكبر من واي نوت اكس جريتر ذان واي اذا اني انا فهمت المطلوب صح تمام بس اتاكد من هاي الخطوات حكيت لكم عنها قبل شوي x تساوي x زائد 1 هي حل المثال y تساوي y ناقص 2 تمام انا فهمتها غلط اللي هي خذ ال x greater than y وحط لها النقط كامل عن كامل مش زي ما انا عملتها هون لازم تكون اوضح من هيك صيغه السؤال والعاده بتكون اوضح يعني تمام كمان شو كمان في مطالب هياتهم خلصنا مطالب الصفحه الاولى احنا هون ده المطالب صفحة هاي ask the user to insert the value of z طالما حكى لي ask the user مباشرة خلي اليوزر هو اللي يدخل insert cn طالما المستخدم هو اللي راح يدخل cn z ادخل لي قيمة z
find and print the multiplication of x, y and z. اوكي بيحكي لي اوجد واطبع ناتج ايش x, y و z. فانا بحكي له اطبع سي اوت احضر له مباشره سي اوت x ضرب y ضرب z عفوا z. هاي طريقه. في ممكن في طريقه ثانيه اجي انا اعرف انتجر جديد انتجر مثلا m multiplication يساوي x ضرب y ضرب z. هاي كمان طريقه يعني على جنب واجي احكي له c out m بس c out m. الطريقتين هاي او هاي بيدل لي نفس النتيجه. الفرق الوحيد انه انا قاعد بحتفظ بقيمه الضرب بمتغير جديد يمكن استعملها بعدين. تمام. هاي طريقه ثانيه للحل. جربوا حلوا الاكزامبل هذا لحالكم. تمام خلي الاكزامبل هيك جربوا الحل لحالكم. الاسكي كود نيجي لشغله اسمها الاسكي كود. الاسكي كود شو هو؟ هسه كل رمز او يعني كل رمز او حرف موجود بالجهاز كرقم بتخزن كرقم له قيمه معينه. هذا الرقم اجيت انا هون فتحت بتقدر تعمل عليه سيرش اسكي كود بتشوف ايش هو. مثلا نيجي للاحرف اللي هم اسهل شيء. شوف الاحرف السمول نبلش فيهم ولا الاحرف السمول نبلش منهم. تمام اي سمول قيمتها انا عندي ايش 97. الاي سمول 97 هذا السطر نسوه يعني نظامين للارقام الهكس والديسيمال اعتقد. هذا الهكس مش عارف ايش اقتصاد لشو اللي عندي الديسيمال. وهي احنا بنشتغل على الديسيمال. 97 اي سمول 98 بي سمول 99 سي سمول هيك لحتى توصل لوين؟ لعند الزد. الزد اللي هي 122 هاي زد سمول. شوف احنا قلنا اي رمز مش شرط حرف يعني القوس المجعد هذا 123 رمزه اشاره الاور 124 تذكره القوس المجعد مثلا 125 عادي ممكن اي رمز. الاي كابيتال عندي 65 قلنا برضه بنشتغل احنا على الديسيمال وليتر هيكس. فانا عندي الاي كابيتال 65 بي كابيتال 66 على هاي الطريقه هيك مخزنها في الجهاز. مش مطلوب منكم حفظهم ولكن مطلوب منكم على الاقل تحفظ الاي كابيتال تحفظ الاي سمول ايش كل رقم منهم بمثله. ومثلا انت بدك تجيب الاي بتشوف كم فرق ما بين الاي والاي كم حرف بيناتهم اجمع على 65. بدك تجيب مثلا السي سمول شوف الفرق بينها وبين الاي سمول تقدر تجيبهم. يعني مثلا انا باجي احكي لك اذا كانت الاي سمول 97 اذا البي 98 السي 99 الدي 100 حتكون وهكذا. هيك بكمل فيهم للاخر. هذا الاسكي كود مش مطلوب الحفظ قلنا ولكن خلي معرفه معينه. اذا اجيت انا حكيت بالبرمجيه كاركتر اكس ايكوال اي هون اجيت انا حكيت كاركتر يساوي الاي. تمام اذا رحت طبعت الاكس حيطبع لي اي كابيتال. اما اجيت انا هون حكيت له اطبع لي الاكس بعد ما تحولها لانتجر يعني ستاتيك كاست قلنا طريقه التحويل من داتا تايب لداتا تايب ثانيه. حول لي من الكاركتر لانتجر. اجيت انا حولت الاي كابيتال لقيمتها بالارقام. شو قيمه الاي كابيتال قلنا 65 فحيطبع لي 65 لان انا حكيت له اطبع لي الانتجر. نفرض اجيت انا حكيت انتجر اكس يساوي 98 ورحت حكيت له برضه مثلا حولت ستاتيك كاست لكاركتر للاكس حيطبع لي ايش؟ حرف البي. اوكي؟ او في طريقه ثانيه اجي انا اعرف كاركتر ثاني اسمه واي احكي له واي تساوي اكس. بهاي الحاله راح اذا طبعت الواي راح يطبع لي كم بي؟ لانه راح يطبع لي هو كاركتر لان انا طابع واي وواي هي كاركتر. فاذا انا طبعت كاركتر حياخذ قيمته الرقميه ويحولها لرمز، رمزها ايش؟ بي. طيب نفرض كان عندي انا كاركتر اكس يساوي بي كابيتال انتجر زد يساوي اكس يعني انا عندي كاركتر بالاساس كانت قيمته بي. قيمته الرقميه للبي كابيتال اللي هي 66 فانا رحت خزنت 66 داخل الزد رحت طبعت الزد بيطلع 66. في انا مثال كنت مجهزه ولكني مسحته هون قدرت ارجع له. تمام انا راح اقدر ارجع له. تمام هياته. انا هون عملت مثالين مختلفات. رحت عملت كاركتر اكس يساوي 67
ورحت طبعت اكس، انا كاركتر حاط فيه قيمه رقميه، يعني هو بهاي الحاله راح ياخذ القيمه الرمزيه من الرقم وايش ويطبعها. طبعا احنا قلنا الاي كابيتال ايش كانت 65، فاذا 67 سي كابيتال. لو جينا ننفذ مثلا راح يطبع لي السي هياتها، هاي اول واحده سي كابيتال. اجيت انا رحت عرفت انتجر واي واعطيته قيمه الرمز ار، تمام، رحت اعطيته قيمه الرمز ار، بروح ياخذ القيمه الرقميه من الرمز ار وروح يطبعها. طبعا مش حافظها، لو بنطلع نقدر نطلعها. طلعت 88 الاسكي كود يعني، او القيمه الرقميه للار كابيتال 82. ما بينفع اجي احكي له انتجر كي تساوي ار هيك لحالها، ليش؟ لانه هون ار بيعتبرها متغير، ما بيعتبرها رمز. باجي انا لو حكيت له هيك بيعتبرها رمز، اعطيت له سنجل كوتيشن، لهيك ما بيزبط احطها لوحدها. تمام، خلصنا شغله الاسكي كود واللي قبلهم. نبدا بشغله جديده اللي هي الاف سيلكشن ستراكشر. طيب احيانا انا بضطر اني مثلا اشوف اذا الشرط تحقق، بناء عليه بتخذ قرار معين. يعني مثلا شفت علامات مجموعه من الطلاب، مثلا طالب جايب 55، طالب جايب 54، طالب جايب 30، طالب جايب 100. اجيت انا حكيت لك النجاح انا عندي من 50، فانت بتيجي بتشوف العلامه هاي ناجح ولا لا، فانت بتقول 55 هل تساوي 50 او اكبر؟ نعم، فاجي بحكي عنه ناجح. 54 هل تساوي ال 50 وفوق؟ نعم. ال 30 هل تساوي ال 50 وفوق؟ لا، اذا هذا راسب، هذا ناجح. مثلا نفرض كانت 50، اذا ناجح. هاي هذا الشيء كيف انا بعمله بالبرمجيه؟ نعمله بجمله الاف. جمله الاف كيف تكوينها بتكون؟ نرجع للبرمجيه هون، بتكون كالتالي: اف مفتاح اقواس. لما افتح اقواس، هسه انا بدي اقارن بين شغلتين، رحت قارنت له مثلا 25 اكبر من 30. اذا ال 25 اكبر من 30، اعمل لي اطبع سي اوت 25 is greater than 30. تمام، انا حكيت له هيك، حيعمل العمليه هاي ولا لا؟ رحت انا عملت رن للبرمجيه، اذا قلت له اذا 25 اكبر من 30 اطبع لي الجمله هاي، راح هو شاف 25 اكبر من 30 لا، اذا مش حينفذ العمليه هاي. لو انا حكيت له 35، 35 اذا كانت 35 اكبر من 30 روح اطبع لي انه ال 35 اكبر من 30. نعم، راح شاف 35 اكبر من 30، اذا ترو. تمام، بيروح بيعمل هاي العملية. يمكن استعملها على متغيرات، انا اجي احكي له integer x equal x equal 40، integer y equal 10. رحت حكيت له if x اكبر من y، تمام، if x اكبر من y، اذا احكي له انه x اكبر من is greater than واي. بروح بنفذ العملية. طيب راح نفذ لي اكس اكبر من واي، نعم، ليش 40 اكبر من 10؟ طيب رحت انا هون حكيت له بعديها سي اوت ماي نيم از طه انكلاين، حكيت له نفذ البرمجية، راح نفذ لي انه الاكس اكبر من الواي وراح طبع لي اسمي. طيب نفرض انه الاكس كانت 5 مش اكبر، وروح نفذ العملية. إذا الـ x أكبر من y، اطبع لي x أكبر من y greater than y. راح شاف 5 أكبر من y أكبر من 10؟ لا، مش أكبر، فإذا ما طبع. لكن ليش طبع هاي الجملة؟ أنا حكي له إذا إنه مش أكبر يعني ما تعمل شيء. بس البرمجية كيف بتشوف؟ بتشوف إنه أول جملة بعد جملة الـ if بتكون تابعة لجملة الـ if فقط، أول جملة مباشرة ما بعد الـ if هي تابعة لها فقط. لهيك بنفذ هاي، تتنفذ تحصيل حاصل لازم تتنفذ، هاي معتمدة على شرط الاف.
طيب انا بدي اعملهم جملتين على جمله واحده، يعني على جمله شرط واحده، بدي ادمجهم الثنتين. باجي بعطيه اقواس مجعده، بحط هذول الجملتين باقواس مجعده ما بعد الاف مباشره، وبحكي له نفذ. هسه اذا كانت الخمسه اكبر من 10 الاكس اكبر من واي، نفذ العمليه هاي، مش اكبر لا تنفذ. راح شافها مش اكبر، اذا مش حينفذ شيء ما بين الاقواس هاي، لهيك ما طبع شيء. ونفس الشيء لو جيت حكيت له عكس لي اياهم اكس، وهون حكيت له واي از جريتر ذان اكس، بروح نفذ العشرة اكبر من خمسة، نعم، فبروح بنفذ لي اي شيء داخل جملة الاف. لهيك قلنا احنا اول جملة مباشرة بتتبع فقط للاف، الا اذا كان في اقواس مجعدة، فكل شيء داخل اقواس مجعدة بيتبع لجملة الاف. نشوف جملة الاف هون زي ما حكيت لكم نفس الاستعمال، اف 2 اكبر من 0 تساوي سي اوت هاي، اذا 2 اكبر من 0 حيطلع هاي. طيب شوف في اشياء زيادة هون، 7 هون مش حيطلع شيء. طيب ناخذ هذا المثال الحلو، ناخذ هذا المثال الحلو، نيجي بنحكي اف اكس تساوي، قلنا إشارتين مساواة لحتى أقارن، تساوي الواي سي أوت both numbers are equal end line. روح نفذ العملية هاي. أنا حكيت له روح نفذ لي، إذا هذول الرقمين متساويات اطبع لي الرقمين متساويات، الرقمين مش متساويات فمش حينفذ إشي. نفرض أنا حكيت له اعمل لي العملية هاي، تمام، ونفذ. نشوف شو الفرق بيناتهم، بين اثنين مساواة ومساواة واحدة. المساواتين كانت ايش؟ يعني عملية مقارنة، هل مساوي هل متساويات او لا. هون ايش بشوفها؟ هون نفذ العملية. ليش؟ الشرح لها انه البرمجية كالتالي بتيجي تشتغل، تيجي بتشوف ايش داخل الاقواس، بتشوف اذا داخل الاقواس ترو بتنفذ، فولس مش حتنفذ. برضه اذا كانت مداخل الاقواس مثلا اي عدد ما عدا الزيرو حينفذ، تمام. طيب انا حكيت له اكس تساوي واي، هسه قيمه اكس الجديده صارت 10، فاذا تخزن داخل هذا القوس 10 زي كأننا هيك عامل له، ما فرقت شيء. ورحت نفذت البرمجيه، قلنا احنا اي عدد ما عدا الزيرو ترو، فاذا ال10 ترو، بروح بنفذها. لو انا حكيت له هون زيرو مش حينفذ العمليه لانه الزيرو فولس، تمام. برضه الترو والفولس ممكن استعملهم زي ما هم. هون اذا حكيت له اف ترو بروح بطبق وبيستعملها انها ترو فعلا، وفولس نفس الشيء مش حينفذ، مش حكتبه لانه شفت من الامثله كثير. كمان شغله، مثلا انا حكيت له انتجر ار ايكوال زيرو، ليش اعطاني ايرور؟ اوكي راح. حكيت له اكس ايكوال ار، تمام، روح نفذ العملية. بروح بنفذها ولا لا؟ ما بنفذها. ليش؟ لأنه بياخذ قيمة اكس بيعملها ار، إذا صار جوا القوس زيرو بمعنى آخر، ومش حينفذ العملية. هيك اللي بصير أنا عندي بالايكوال ايكوال أو الايكوال أو إذا كانت مساواة واحدة بيعتبرها ايش؟ جملة تعيين من جديد، يعني زي كأنه تغيرت قيمتها. مثلا أجرب لكم إياها نشوف إنه قيمتها تغيرت أو لا. اكس تساوي واي هون سي اوت اكس، وهون قبل جمله التعيين الجديده سي اوت اكس انت لاين، هون انت لاين نفذ. بيجي بنفذ لي كالتالي، بروح بيطبع لي الاكس الاولى اول مره طبعتها كانت 5، لما فت على جمله الاف باشاره مساواه واحده اعتبرها اشاره تعيين او عمليه تعيين، وكانت القيمه جوا 10 فترو، بيجي بنفذ الجمله هاي. بعديها اطبع لي اكس، شو قيمة اكس النهائية اللي تخزنت بالبرمجية؟ القيمة الجديدة 10، لهيك بيطبعها، تمام. مور اوكي ما في شيء. نرجع للبي دي اف. هون حكيت لكم انه اشارة الواحد بتستعمل لإعطاء قيمة، الدبل مساواة بتستعمل للمقارنة فقط، يعني بتعطيني جواب ترو اور فولس. مش حناخذ الامثله لانه نفس اللي حكيته بالبرمجيه بالضبط، تقدر ترجع تشوفهم الملفات موجودات على الدرايف رفعتهم الدوسيات.
هاي طبعا الدوسيت أويس العمري، مشكور على تعبه وجهده فيها، أخذت منه إذن صراحة لحتى إنه أعطيك إياها على الجروب. الأمثلة هذول برضو شوفوهم، ناخذ مثال مثالين منهم. انتجر اكس يساوي 2، اف اكس ايكوال ايكوال 3، اطبع لي هاي بيطبع ولا لا؟ انا باجي بشوف الاثنين، هل الاثنين تساوي الثلاث؟ لا تساوي، مش حيطبع. تمام، ما حيطبع شيء، تطلع شاشه ايش، شاشه مخرجات فارقه. انتجر اكس يساوي 2، رحت حكيت له اف اكس تساوي 3، حول لي الاكس، يعني اعمل لي قيمه الاكس 3، اذا بيطبع لي هاي. هذا نفس الحكي اللي اخذناه بالضبط فوق، ما فرق عنه. وهون اعمل لي قيمه الاكس 0، مش حيطبع شيء لانه فولس 0. ناخذ نحل هذا البرنامج بايدنا، نكتبه على البرمجيه. Write a C++ program that asks the doctor to insert the value of a grade. If the grade greater is greater than or equal to 50, print pass to the screen. بيحكي لي افرض انت بتعطي برمجيه لدكتور وبدك تحكي له دخل لي دكتور علامه، اذا كانت العلامه 50 وفوق اطبع لي سي اوت، سي اوت عفوا لا ايش لباس. غير هيك ما تعمل شيء. نروح ننفذ البرمجيه. انا بدي اكتب البرمجيه للكود، اخلي الدكتور يدخل لي قيمه اكس مثلا. ما بيزبط هيك لانه مش معرف انا عندي اكس بالاساس، فبروح بعرف اكس وبحكي للدكتور دخل قيمه اكس. هسا اف حكى لي اذا 50 وفوق، اذا بدون الشرط، اذا اف مباشره، اذا اكس اكبر من او تساوي 50 شو تعمل؟ سي اوت باس end line. ايوه نفذ. نفرض ان انا دكتور بدي اجي ادخل علامه، رحت دخلت 60، طبع لي باس على الشاشه. رحت انا حطيت 30 مش حيطلع لي شيء، رحت اعطيته 50 حيعطيني 50 لانه حيعطيني باس لانه انا حكيت له 50 وفوق اعطيني باس. ناخذ المثال اللي بعده. تمام، طبعا هي الحل نشوفه كمان. طبعا الحلو لما تعمل برنامج انه حط جمل للي حيستعمل البرنامج، مثلا بليز انتر ذا فاليو اوف ذا جريد، لو سمحت دخل قيمه العلامه، مشان هون بالشاشه السوداء انا لاني انا كاتب البرمجيه عارف ايش اعمل، بس لو واحد ثاني عامل برمجيه يعني بده يجرب البرمجيه وراي مش حيفهم شو، يعني شو ادخل رقم ادخل حرف ادخل ايش مش عارف. فالحلو انك تعطي له هون سي اوت بليز انتر the value of the grade. إذا هو بيعرف إنه لازم يدخل قيمة قيمة العلامة، وإذا بالتالي حيدخل الرقم. تطلع العملية عندي هيك please enter the value of the grade. أنا عرفت إنه لازم يدخل علامة، راح أدخل 60، كملت معي البرمجية صح. وغالبا راح تتطلبوا فيهن كثير هذول الجمل بالحل. طيب very important note، عند عدم وجود اقواس لجملة اف تكون فقط اول جملة بعدها هي التابعة له وبقية الجمل غير تابعة للاف. زي ما حكينا قبل شوي، انا حطيت جملتين بعد الاف، اخذ الجملة الاولى فقط تابعة لجملة الاف، الجملة الثانية منفصلة عنها ابدا ما لها دخل، الا اذا حطيت الاقواس المجعدة، ليس الاقواس فقط لكن اقواس مجعدة. هاي نفس الفكرة حكيتها قبل شوي، فيش فرق. اف ترو نفس الشيء، اف فولس نفس الشيء. انتجر اكس يساوي 2، اف اكس اقل من 1 غلط، ما مش حيطبع شيء. حلو 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 حلو، هاي نقطة جميلة جدا، بكتبوها كثير بالاسئلة بالامتحانات. جيت انا حكيت له انتجر اكس ايكوال 3، اف اكس اقل من 1 وان هيت، حلو، سي اوت اكس اقل من 1 اللي هي 3 اقل من 1، اطبع لي على الشاشه هذا الحكي ونفذت. هل 3 اقل من 1؟ غلط. لعدش نفذ لي العمليه هاي؟ نفذ لي اياها لانه انا انهيت جمله الاف بفاصله منفوطه، يعني زي انا كاني حكيت له روح تحقق لي من الشرط، بس ولا تعمل شيء، خلص بس تحقق منه وما تعملش شيء على الفاضي الشرط. وهي الجمله منفصله عن جمله الاف، لهيك تنتهي مع الفاصله المنفوطه جمله الاف. تمام، شوفي كمان اشياء زي هيك، نقاط ملاحظات. الانكريمنت والديكريمنت، الزياده والنقصان بالقيم، حكينا احنا في عندي اكثر من طريقه للزياده والنقصان
أول طريقة x بلس عفوا x equal x بلس 1 بحزيد لقيمة x بها 1. طريقة ثانية x equal x زائد 2 بحزيد لقيمة x 2. طيب في طريقة إني أزيد إيش x equal عفوا بلس equal 1. هاي نفسها هاي ما فرقت عنها شيء. ولو برضو حكيت x بلس equal 2 هاي الجملة نفسها هاي الجملة ما فرقت عنها شيء أبدا. طيب في عندي كمان جملة اللي هي x بلس بلس وعندي جملة بلس بلس x وهدول برضو بالنهاية بيعطيني نفس العملية هاي ولكن في فرق بسيط بيناتهم حكيت لكم راح أحكيه كمان شوي راح أحكيه هسا. إذا أجيت أنا حكيت له cout x بلس بلس شو بنفذ؟ هنا end line أنا حكيت له x بلس بلس ونفذنا برمجية. أنا عندي قيمة الـ x 3. طيب ثواني بس وناخذ ملاحظة ثانية cout x و end line. رحت أنا حكيت له بالبرمجية ايش؟ اطبع لي قيمة الـ x هون cout x بعدين هي إشارة هاي جاي بعد الـ x بعدين زيد لها 1. تمام؟ فهو ايش؟ أول مرة هون لحد هون كانت قيمتها 3 طبعها بعديها زاد لها 1 فلما طبعتها أنا مرة ثانية طلعت عندي 4 القيمة. تمام؟ نفرض إنه بالعكس أنا حكيت له بلس بلس إكس ونفذ البرمجية. شو بصير هون بالبرمجية؟ بتروح عليها تاخذ أول شيء بيحكي لها إنه عندي إكس قيمتها 3 فأنا حكيت له زيد لي على بالأول قبل بالأول زيد على الإكس 1 بعدين اطبعها. تمام؟ هذا الفرق بيناتهم. إنه بالأول زيد بعدها اطبعها. بس هذا الفرق الوحيد بيناتهم فحيطبع لي اياها 4 أول مرة وبعدين 4 لأنه ظلت قيمتها 4. جملة الـ x بلس بلس والـ بلس بلس x لو استعملته بهاي الطريقة ما بيفرقوا عن شيء عن بعض شيء أبدا بالمرة، بس بيفرقوا لما أجي أنا أستفيد من قيمتهم. زي مثلا قيمة بالطباعة يا بالأول باخذ القيمة وبزيدها يا بالأول بزيد بعدين باخذ القيمة. طيب كمل كمان الموضوع بسيط وأنهي في الفيديو هذا ما بحب أنزل فيديوهات أطوال. طيب نشوف شكلهم هون كلياتهم أمثلة. تمام بالضرب الإنكمنت والديكمنت نفس الشيء لعمليات الضرب والقسمة نفس الشيء. مثلا أنا بدي أجي أعمل الـ x ضرب 3 x equal x ضرب 3 x ضرب 3 طريقة ثانية x ضرب equal 3 هاي وهاي نفس الشيء ما فرقوا عن بعض بس ما بيجي بينفع اني اجي احكي له x ضرب ضرب هاي الطريقة ما بتنفع غلط. تمام مش حيتقبلها البرمجية حتى اعطاني ايرور قبل ما اعمل رن للبرمجية. بتقدر تستبدل هاي بإشارة القسمة ما في فرق نفس الشيء. طبعا ما اعطيني ايرور لانه ما فيش فاصلة منقوطة. تمام هيك الامور. تمام بالنسبة للإنكريمنت والديكريمنت يعني طريقة الاستعمال فقط ما بتفرقش كثير. هاي أمثلة على إنكريمنت وديكريمنت. تمام طيب هاي المثال لو جيت أنا حكيت لك سي أوت على نفس المثال x ماينس 3 ايش بصير بعد؟ اوكي اتفقنا نملك x ناقص 3 ورحت حكيت له سي أوت x بعديها هون end line وهون end line اطبع لي اياهم. اول شيء راح يروح يطبع لي صفر بعديها راح يرد يطبع لي 3. ليش راح يطبع 3؟ لانه انا اصلا ما عدلت على قيمه الاكس. تمام انا ما عدلت على قيمه الاكس شيء، انا بس بهاي العمليه حكيت له اطبع لي اكس ناقص 3 هون اطبع لي اكس اكس قيمتها ما تغيرت راح يطبع لي مره ثانيه 3. تمام هسه في صوت لما تبس النجمه بيطلع بيطلع من صوت برمجية ثانية عندي. لاحظ الغلطات x ناقص 2 تمام. تقدر تشوف هاي الملاحظات نفس الحكي حكيته اتوقع بالضبط ما في فرق عنهم.
وبس انكلودد كومبوننت. هاي كمان امثله. طيب ناخذ الحين مثال انتجر اكس يساوي 3. انتجر اكس يساوي 3 سي اوت. طيب انا بالعاده لما اجي احل سؤال زي هيك بحب احط قيم على جنب، باجي بحكي اكس كم قيمتها 3 تمام، وبحب احط شاشه مخرجات هيك مثال لي يعني بدي اجرب على جنب. سي اوت اكس بلس بلس، انا رحت حكيت للبرمجيه انه اطبع لي قيمه الاكس بعديها زدتها 3، روح اطبع لي قيمه الاكس خذها زميلي 3 بعديها زيدها 1 تصير 4 بعديها رد اطبع لي قيمه هاي الاكس 4 بيطبعها تمام. فهي شاشه المخرجات الاوتبوت بيطبع لي 3 و4. طيب المثال الثاني طبعا يم نفس المثال اللي اعطيته انا قبل شوي، ما فرق عنه حتى بالرقم جاي للصدفه صراحه، 3 3 و4. نفس المثال هون بالاول شو بيعمل؟ بالاول بيزيد على القيمه يعني كالتالي، انا كان عندي قيمه الاكس 3 وهي شاشه المخرجات، رحت حكيت له زيد على قيمه الاكس بعدين اطبعها، زيد عليها بعدين اطبعها بعدين رد اطبع لي كمان قيمه 4 الاكس راح يطبع لي اياها مرتين 4 4 كلير تمام. شوفوا الامثله هاي جربوها انتم حلوها شوفوا ايش بتفرق معكم، او ثواني نحل احنا هذا والامثله الثانيه حلوها انتم مشان ايش الحل حيكون اطبق الطريقه اللي انا بستعملها. باجي بعمل قيمه لاكس حكى لي عندي انتجر اكس كم قيمته 12. نفتح شاشه المخرجات هون على جنب تمام. سي اوت اكس بروح اشوف كم قيمه اكس انا عندي بالبرمجيه 12 بعد 12. طيب سي اوت اكس بلس بلس شو يعني؟ روح اطبع لي قيمه اكس بعديها زيدها، اذا بتصير هسه اكس 13 بعديها سي اوت بلس بلس اكس يعني زيد لي على قيمه الاكس بعديها اطبعها بتصير 14 تمام، بعديها اطبعها بتصير 14. طيب اللي بعديها اطبع لي اكس كم قيمتها 14، اللي بعديها اكس ماينس ماينس روح اطرح لي اطبع لي القيمه بعديها اطرح بتصير 14 بعديها اطرح 13 تمام. وصلنا هون بعديها رد اطبع لي اياها برد اطبع هون 13 نكتب خط صغير بعديها نقص بعديها اسم الاول نقص بعديها اطبع لي فبنقص بعديها بيطبع 12 اعتبر ال 12 هاي تحت ال 13 نشوف نتاكد من حلنا صح ولا لا تمام. قلنا 12 12 هياتهم اول ثنتين بعديها 14 14 14 اللي هم هياتهم 14 14 14 بعديها 13 بعديها 12 حلنا صح. هيك احنا بنمشي بالارقام وبطباعتهم بالبرمجيه. نمسح الشاشه تمام. الامثله هاي جربوا حلوها انتم اجابتهم موجوده كلياتهم. واي في سؤال في شيء مش واضح ابعثوه على الجروب. ولهيك ولهون بننهي، بكره ان شاء الله بعمل كمان فيديو لجمله الاف الس وبرفعه على الدرايف وبس لهون بننهي. ويعطيكم العافية جميعا.